السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو مراجعة على نشيد صحتنا سر سعادتنا. هناخد مع بعض نشيد صحتنا سر سعادتنا. بيقول ايه النشيد؟ يا صاح تمهل لا تعجل، اني موسيقى فلا ترحل. صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل، وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل. صحتك كنز ذهبي، فاحفظه لكي تحيا أفضل. طبعا بيقول لي أول سؤال أكمل النشيد. عندي السؤال الثاني، اختار رقم واحد، سر السعادة هو الصحة ولا الفوز ولا الطعام؟ سمع حد بيقول لي الصحة، شطور. رقم اتنين، الأقوى هو السمين الطويل صحيح الجسم. ها مين شاطر هيقول؟ سمع حد بيقول صحيح الجسم، برافو عليكي. الأجمل هو النحيف النظيف الأشقر. مين بقى الأجمل؟ طبعا النظيف. موضوع النشيد عن التهنئة ولا دعوة ولا نصيحة؟ لا، موضوع النشيد طبعا نصيحة. سؤال رقم ثلاثة بيقول لي استخرج. أول حاجة عايزني استخرج من النشيد أسلوب نهي. تمام، سمع حد بيقول لي لا تعجل، برافو عليك شاطر. رقم اتنين عندي بيقول لي استخرج فعل. طيب حد بيقول لي الفعل احفظ. طب مين شاطر هيقول احفظ ده فعل نوعه ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ سمع حد بيقول فعل امر، برافو شطار. رقم تلاتة عايزني استخرج لام قمرية. قلنا في اللام القمرية واللام الشمسية لازم ادور على كلمة تبدأ بالالف واللام، واشوف الحرف اللي بعد الالف واللام من حروف اللام الشمسية ولا من حروف اللام القمرية. طبعا احنا حافظين حروف اللام الشمسية، وقلنا الت والس، الدال والذال، الراء والذال، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والزاء، اللام والنون. طيب اي حرف غير ال 14 دول بيكون لام قمرية. عندي كلمة الجسم، وعندي كلمة الوجه، وعندي كلمة الملعب، دي كلها اولاد كلمات تبدأ بلام، بألف ولام، ونوعها لام قمرية. رقم أربعة بيقول لي استخرج مد بالياء. عندي مد الياء كلمة صحيح وكلمة نظيف. السؤال اللي بعده بيقول لي هات معنى تعجل. معنى تعجل تتسرع. رقم اتنين عايزة جمع سر. مين شاطر هيقول جمع سر ايه؟ برافو عليك شاطر، أسرار. رقم تلاتة بيقول لي مضاد سعادتنا. ها مين الشطور اللي هيقول؟ سمع حد بيقول لي شقاؤنا، برافو عليك. السؤال اللي بعده بيقول لي أجب، ما هو سر سعادتنا؟ احنا أخدنا في النشيد إن سر السعادة هو إيه؟ مين اللي هيقول؟ بنوتة الحلوة، ها؟ قالت لي الصحة، برافو عليك شطورة. السؤال اللي بعده بيقول لي حلل، وعندي كلمة تمهل. عندي الهاء هنا عليها شدة، وقلنا الحرف المشدد بيتفك لاتنين، حرف ساكن والحرف متحرك. هناخد التاء لوحدها، وهناخد الميم مع الهاء، وهناخد الهاء لوحدها، وبعد كده اللام لوحدها. السؤال اللي بعده أكمل. رقم واحد، يجب أن تحافظ على نقط طاهرة. مين الشاطر اللي هيقول لي؟ سمع حد بيقول لي أثوابك طاهرة، برافو عليك. رقم اتنين، الصحة نقط ذهبي. الصحة ها مين هيقول؟ شطورة، واحدة قالت الصحة كنز ذهبي. السؤال اللي بعده بيقول لي رتب سعادتنا صحتنا سر. لما نيجي نرتبها نقول ايه؟ صحتنا سر سعادتنا. بعد كده عندي اكمل شبكة المفردات. عندي كلمات صحة. طيب الصحة دي هنشوف فيها ايه؟ ها مين شاطر هيقول؟ واحد قال لي طعام صحي. تمام، لما ناكل اكل كويس طبعا هتبقى عندنا صحة قوية. طيب واحد كمان بيقول لي ممارسة الرياضة. نفس الكلام، لما هنلعب رياضة هنحافظ على صحتنا وعلى جسمنا. واحد تاني بيقول نوم كافي. لما هنام عدد ساعات كافي المفروض ده هيعود علينا بإيه؟ بالصحة. واحد كمان هيقول لنا إيه؟ ها سمع حد بيقول الصحة إيه؟ كنز. شاطر، برافو عليك.
آخر سؤال معايا أكمل خريطة الكلمة. عندي كلمة تحية عايز أجيب معناها وأجيب مضادها ونوعها ونحط الكلمة دي في جملة. معنى تحية، ها مين هيقول؟ واحد بيقول معنى تحية تعيش، شاطر. طيب عايزة مضاد تحية، تموت، برافو عليك. نوع الكلمة هنا اسم ولا فعل؟ احنا قلنا لما بنميز الاسم من الفعل بنضيف ألف ولام للكلمة، لو قبلت الألف واللام بتبقى اسم، لو ما قبلتهاش بتبقى فعل. عندي كلمة تحية، ينفع أقول التحية؟ طبعا لا، يبقى دي فعل. الجملة هنقول ايه؟ تحية مصر.